سفر بيني نساعدكم، وبيسعدنا ينضم لإلنا الطلاب جداد. شكراً إلك. منعرفها للست زين ومنيح، حضرتها لما بدينا حملة التعليم للنساء الأميات هي اللي أجبرت الرجال المعارضين إنهم يبعتوا نسائهم. بتحلوا موضوع التقرير ما هيك؟ بكرة بيكون عندكم. صار لهم فترة قاطعين المدرسة، لازم تخليهم يجتهدوا شوي مشان يعوضوا الفرق. لا تقلقي أبداً، معنا هسمحي لنا، خلينا نروح نشوف الأولاد شو ناقصهم. بخاطري. مع السلامة. شكراً مرة تانية. مع السلامة. خاطرك أنسي. خاطرك أنسي. ناطرتكم بكرة اتنيناتكم. ماما كتير مبسوطة. محمود حبيبي نيف. ماما زينو خدي لي إذن من الأنسلر ومعكم، نتمشى أنا ومجد بالسوق. ما بيصير محمود، بوشك على الدرس، بغير وقت بتروحوا ابني. يلا يلا يا سبع يلا. شو بنعمل هلا؟ اول شيء نشتري ثياب المدرسه. ماشي. معك طاقه الكتب؟ معي معي. خلونا نعجل مشغولين، لسه بدنا نروح على المصنع. بدك تتعرفي على مجلس الاداره. شرط يعني ماما زينو؟ طبعا شرط، صرتي شريكي، ما بصير هيك من بعيد، لازم تشاركينا. بهالوقت فينا انا ومروه نتفتل شوي بالسوق؟ منين اجى على بالك هلا؟ مو مكيفين هلا؟ حابين يتمشوروا بالسوق. بدي اجي معكم. ما حذرت، رايحين بنات مع بعض. يلا ماما زينو الله يخليكي، منخلص من السوق ومنقعد بالحديقه، تاخذونا بالرجعه. رجعا. ماشي، تقعدوا بالحديقه، ما بتروحوا على مطرح لحتى نيجي. يسلموا ماما زينو. يلا. يلا لا تاخروا. ماشي. لا تبعدوا كتير. حلوه كتير شفتهم عم يضحكوا. مو بس شوفتن، شوفتك يا أم عيون المهر. يلا نمشي. بتحبي شغلات النحاس؟ يعني ما بعرف. داي في شغلات حلوة. تأمر شي تاني؟ لا يسلم. كيف شفتيها؟ رائعة. إذا عجبك شيء قولي، نشتريه ونحطه بجهاز. تعي خلينا نفوت لجوا. ماشي. هاي قديش حقها؟ خلصنا. شبكي؟ ما عم بتحمل. حكيتي مع عمتك؟ لا، كنا كتير مشغولين. أنت حكيت أبوك؟ اليوم أو بكرة بحاكي، الحمد لله متفهم، ما رح يعارض.
رح نطلبك على سنة الله ورسوله، رح تصيري مرتي إيدال. سيد بكرة الصبح جاي على الكرم وبنفس الوقت. لا تجي، خطر عليك. رح استناك. يسلم، خليها لبعدين، برد برجع. ماشي، شرفتونا. يعطيك العافية، مع السلامة. الله يسلمك. مين هذا الشاب بقى؟ أنو شاب؟ إيه حاجتك بقى؟ كم شاب كان مثلك كان؟ تعي نقعد بشي محل وحكي لي. Bir yıl oldu tanışalım. Hiç çıktınız mı? Çıkma. Aa, bilirsin işte, flört olayı. Yo, bizim buralarda olmaz o dediğin. Yani hiç el ele tutuşmadınız, hiç öpüşmediniz. Bir sefer yanağımdan öptün. O pek öpüşmekten sayılmaz ama hadi neyse. Çok kötüsün. Ama ne var kötü olacak? Konuşuyoruz işte. Bana bak, belki yarın ha? Yarın ne? Asmaların arasında dudak dudağı. Olur mu olur? Hadi boş ver, balıklara bak sen. العضوية اللي فضيت بوفاة الوالد تنتقل للست أليف. بتنظم اجتماع طارق لمجلس الإدارة ومتقرر تعيينها فورا يا بيك. السيد عارف المنسق العام، مدير الشؤون المالية والإدارية. أهلين، شرفنا. وأنا كمان. مبروك إن شاء الله، والعمر إليك. تسلم. تحمل. يلا يلا، شد حالك جان. عزمة منيح. يلا جان طلع فيني. انت شو اكل قبل ما تجي لهون؟ اغا شو فيه لعكاش؟ موضوع مستعجل اغا، ما حدا فاز، تعادل. انا غلبتك جدو. هي الفرق الانجليز هاي ما بتمشي هون ولا. استنى راجع لك. شو القصة؟ مبين عليك جايب اخبار نحسي عكاش. اجوا رجال من الجمعية يا اغا، ومعن المحامي تبعنا، وبدهن يشوفوك هلا. ايه بتعرف تركب على الحصان؟ لا، ما ركبتش بالمرة. بدك علمك؟ ايه طبعا، علمينا. برافو، ماشي منيح. خير يا طير. انت علمي الفروسية وبابا المصارعة والرماية. خرج تفتحوا مدرسة. مدرسة؟ مدرسة المحاربة. تعال عندي حبيبي تعال. زينو عم تخطط لشي يا اغا، بدها تترشح ضدك بالانتخابات، واللي عم يحرضها هي المرة الاسطنبولية، هي اللي عم تحرض زينو وكل عيلتها كمان. مو على اساس هالمره رفضت الورده، على اساس تروح تنقلع. مو مبين انها رايحه. دخلوا المره على مجلس اداره الشركه. الله ياخذهم. شو في بابا؟ شو القصه؟ هديك المره. مين أليف؟ بس نقول مره ما بيخطر ببالك غيرها. زينه ترشحت لرئاسه الجمعيه. ايه، وشو فيها؟ اصلا الرئاسه معهم من 20 سنه، وهي أليف كمان صارت بمجلس اداره شركه كمال. هاي مشكلتهم. شو دخلنا؟ فروض زينو كسبت الانتخابات، لا بيضل هيبة للآغا ولا مكاني، بصير حقنا فرنجين. فرنجين. بابا ليش جدو عصب؟ ما في شيء، جدك عطول هيك. بتعرفي شو اجى على بالي؟ ها؟ روح لجنبهم وغني معهم. وليش عم تمنع حالك؟ ما بعرف، ما في سبب. دمان
aman aman. Çiçeğim yanıyor yar yar, gözlerim ağlar. Çiçeğim yanıyor yar yar, gözlerim ağlar. رح يصير شغلات حلوة حلوة كتير، هيك حاسة جواتي. يمكن مثل ما قال الشاعر. مين؟ الشاعر. شو قال؟ احكي لي. مهما طال الليل سيأتي بعده النهار، وأجمل ما في النهار سماع ضحكات الأطفال. شاعرك معه حق يا أم عيون المها، معه حق للعطر. مروة، ماجد، يلا تحركوا تأخرتوا. ماجد شو هاد؟ تعال شوف. إيدال لوين رايحة؟ رايحة على المزرعة، بدي جيب بيض. وين كنت لهلا أولا؟ بالتواليت. بتضل تخليها لآخر دقيقة؟ يلا. يلا يلا عجلوا لكم شوي. لك ابني كل هالقاعد. خلصت ماما زينب، يلا انا رايح. مثل الجيش، الله يحميهم يا رب. تعي نشرب لنا كاسة شاي مثل الخلق، أحسن شيء. جلنار، هاتي لنا كاستين شاي بنتي. حاضر. أخيراً الأولاد رجعوا بخير وسلامة على المدرسة. إيه، وهذا أهم شيء لإلي. إيه شيء أكيد. بدي روح زور حقي بعد الظهر. فيني روح معك؟ كتير حابة روح أتعرف على أخوها كمال. طيب. نار وشعلانة جواتي، بطلع على السطوح لحتى اطلع على النجوم. النجوم عم تلمع مثل عيونك، ونسمة خفيفة، نسمة فواحة. بقول لحالي هذا نفس إيدال. أنا لازم أمشي. بس شوي. إذا تأخرت بيشتلقوا. استني شوي. عملتها بإيدي مشانك. سيد، عجبتك؟ أكيد عجبتني، بس ما فيني ألبسها. شو بدي أقول لهم إذا شافوها؟ خبيها. وما
بس نلتقى البسية ماشي؟ أخي؟ إيدان؟ أخي؟ شو عم تعملي هون؟ أخي نحن خلصي! عايبة! ما هيك؟ يلا على البيت! يلا! يلا يا عايبة! أختك مانا عايبة! أختك مانا عايبة! خذي أكل! ما لقيت غيرك! صدقني مانا عايبة! خلص ولك لساتك عم تحكي! لك أختك ونضيفة! والله أنا كسر لك راسك يا واطي! بحياتك ما حبيت! أختك مانا عايبة! والله مانا عايبة! حاج يا اخا حاج ما ود الزلمه مشان الله ولا همك انت بس انت شفتها بعيني وإيد الكلب هداك على رقبتها لك شفتها بعيني بدي أبرك شنو أعمل لك خلاص لا تربيتها لهون إذا رح تأخذ جزاها يلا هلأ روح من وشي أمتي بشار الله بعدي أنت ولا من إمتى بترفع صوتك محل ما أكون أنا موجودة اللي بأي حق روح أني اللي من وشي سامحيني ماما زينب سامحيني أنا غلطت بحقك اهدي مهند شو صار مهند؟ لو ما بعدته عنه كان موته والولد وينه؟ خليت معه واحد وبعدته على المستشفى انت بتعرفه للولد؟ اسم الشاب سيد شاب شهم هيك سمعت ما بعرف أكثر من هيك ماشي روح هلا أنا رح غير ثيابي بكفي أختي لا تبكي أنا اللي بدي أقلك على جيم وآغا مجنون بس طيب وبيروق بسرعة بتعرفي سهلة ست زينو كيف حالة الولد؟ مو سيء شوية ردود بسيطة جيمو آغا متقل العيار شوي وينو؟ هون بغرفة المعاينة عم يرتاح رايحة شقة عليه وارجع ماشي تفضلي اقعدي شكرا لا تتحرك ابني الحمد لله على سلامتك أنا عمة إيدان ست زينو؟ سريح ابني لا هيك منيح أنا نيتي شريفة حبيت إيدان وهي حبتنا أنا كتير جدي اسألوا عني اسألوا عن سيد النحاس إذا شي واحد صاحب زمة بيقول عني شي غلط قلك علي اترك هالبلد من بكرة أنا في بإيدي صنعة
بعيش منها وما بمد ايدي لحدا. والله نيتي شريفة. وبدك تشتكي على جيمو؟ جيمو معه حق، ولو كنت محله بعمل مثله. مدام نيتك شريفة تتصرف حسب الأصول. رح أحكي مع إيدار، إذا موافقة بتقول لك باريتك يشرفونا بزيارة على البيت. ست زينو أنا عمهلك ابني عمهلك. الله يخلي لي ياكي، رح خبر أبي فورا. لا تستعجل، بالأول بتشفى جراحك وبعدين منفكر. نصيبنا أنه نتعرف على بعض هون. إيه نصيب، قانون العفو باللجنة إن شاء الله قريبا رح تطلع. إن شاء الله. شو بتقول منشان الجمعية حقي؟ شو بدي أقول يعني، ما ضل شيء ينقال. وحدة مثل شو بدها بالرئاسة؟ بس ما حدا سمع لي من جهة اللي بالبيت، وبالأخص مرت أخوك أليف، مدري كيف لعبوا بعقلاتي. يخلي لنا ياكي ست أليف. العفو؟ لا عن جد، العقل أساسي، أنا ما فيني خير وجيمو حد مثل الخل. والحقيقة أختي زينة وما كتير بتفائلني، بس أقوى الرجال بيوصل لمرحلة وبيضعف قدام المرأة، بيوصل لعنده وبيوقف، وإذا ما وقف بيكون غلطان كتير. وبعدين زينو إلى تقلى ومكانتها. تسلم أخي، ريحتني كتير. خليكي دائما مرتاحة طالما الست أليف جنبك. استغفر الله. قال موظفة بنك. إيه اشتغلت سنين طويلة. وقدرتي تتعودي على المنطقة؟ عم حاول اتعود. إذا أي شي بيضايقك خبريني. مثل شو؟ أي شي بيزعجك، شو ما بيخطر لبالك، وجودي بهالمحل ما بيغير شي، ما عليك إلا تخبريني. دراعنا طويلة بتوصل للقريب والبعيد. الزيارة بتخلص بعد 5 دقايق، وقت الزيارة قرب يخلص، اختصروا حديثكم. جبت لك شوية أكل، تياب نظيفة، وشوية مصاري. يسلموا أختي. في معهم بصل أخضر؟ بصل شو؟ ولا شي، عم بمزح. في معنا بالزنزانة سجين سياسي، من كم يوم قرأ قصيدة وعجبتني كتير. أحضروا لي بصلاً أخضر بالزيارة، وبعدها شو طيبة السيجارة. يعطيك العافية بابا. أهلين ابني. أهلين فيك. شو صاير لوشك؟ خانقت مع حدا؟ لا بابا، حادثة، ضربني موتور وقعت واجيت على وشي. حادثة غير متوقعة؟ هيك شي، ما شفته وهو جاي، لو شفته كنت بعدت، ولما شفته كان صار لسان. وشو سبب الزيارة؟ في بنت بابا. بنت؟ ايه بنت. انت بتحبها وهي كمان، مزبوط؟ مزبوط. وانت مستعجل كتير وما عاد فيك تنطر للمساء، جيت لعند ابوك لتخبره. مزبوط. ومنو هالبنت؟ والله بنت حلال، شريفة ومرباية. وحلوة كمان. ايه اليوم صار مناسبة، مناسبة حلوة، تعرفت على عائلتها. عال عال. وقالوا تعوا اطلبوها. ومن بيت مين هالبنت بقى؟ من بيت البوياطلي، بنت المرحوم كمال آغا، في إلى عمي اسمه زينة. زينو هي اللي قالت لك تعالوا اطلبوها؟ ايه والله زينو هي قالت لي. يا الله. في شي بابا؟ لا ما في شي. شو رح يكون؟ ماشي ابني، منشوف. بتيب دار هجيروكي. يلي سويتي غلط. اي حدا بمحل جيمو اكيد كان طلع الدم براسه. سيد كمان هيك رأيه. ليش شفتي؟ شفته منيح. لا تقلقي، وكمان قال لي انك انت كمان بتحبي.
مزبوط مزبوط هالشب عبالي عيني. ماما زينو قلت لك هالشب عبالي عيني مو أكتر. ليك هاي 3-2. شو الجواب طيب؟ أكيد الاحتمال بي. فهمت. ممتاز. شوف هلا. برافو. درسوا لشوف. Bugün ne oldu? Bilmiyor musun? Bağda olanları soruyorum. Bir sürü şey. Öpüştünüz mü? Ne? Ya, öpüştünüz mü diyorum yani Seyit'le. Kızım sen deli misin? İkimiz dünyanın dayağını yedik sen kalkmış. Ya ne var bunda bozulacak? Öpüştünüz mü öpüşmediniz mi onu söyle. Yeter. جيمو حابب نحكي؟ ممكن أوعد؟ في عندك حبيبي جيمو؟ حبيت شي مرة؟ يعني لما كنت بالجامعة. كان في وحدة إزميرية. إيه وشو صار؟ تخرجنا. قالت لي راجع بس ما رجع. تخطبت. ولا مرة مسكتوا ايدين بعض؟ ما حضنتها؟ جاوبني شيمو، ما صار شي من هاد بيناتكم؟ صار ما هيك؟ شو برأيك الغلط؟ اللي عشتوا مع البنت ولا انفصالك عنها؟ ما كنت بتتمنى انه هالبنت تحبك؟ طلع فيني. ما كنت بدك؟ بلا بدك وكتير كتير كمان. قلي جيمو، الحب اللي تمنيته لحالك ليش استكترته على اختك؟ انت شاب شجاع يا جيمو وبتفهم بالشجاعة كتير منيح، وإيدالة وسيد مثلك شجعان وشجاعتهم هي المزبوطة. إذا بتحب خلي كل الدنيا تعرف حبك والباقي فاضي. وأنا ما رق دقيت الباب، ما سمعت صوت، حبيت شق عليك. أنا ما حبيت خوفك إيدال، بعرف خفتي مني، بس أنا كمان خفت كتير لما شفتك اليوم هيك ضربي لإلك وهجمتي على الولد كله من خوفي. إيدال أنا فكرت حالي خسرتك، قلت لحالي بالأول أبي وهلأ إيدال، بعدين الغضب اللي جواتي. عم تفهميني؟ عم تفهمي علي؟ يا ريت تفهمي إيدال، فهمي إنه أنا جنيت من الخوف.
شوفوا مين اجى يا جماعه، شوفوا ما شاء الله. تفضل الى الشاليه يا ليل. والاسطنبوليه كمان هون. في عندك ماله؟ اعوذ بالله، ما بيطلع لنا. مو هون المكان الصح لتعمل مشكله رجاء اغا. عفو يا ست، استغفر الله. الساده الاعضاء، اليوم لدينا ثلاثه مرشحين، السيد محرم بيازيد، السيد رجاء كريم اوغلو، وزينب بوياطلي. كلمه للسيد بيازيد، تفضل. سيدي الرئيس، الساده الاعضاء، في سبيل وحدة وتلاحم جمعيتنا بهذه الانتخابات، وجدت أن من الضروري أن أعلن سحب ترشيحي في هذه الانتخابات لصالح رجاء آغا. أتمنى أنه زينو تتصرف مثل ما تصرفت، مع احترامي للجميع. قديش كلفك هذا الزلمة مصاري بابا؟ سد حلقك. مو منيح، صحيح أصواته قليلة بس بتأثر. السيد الرئيس، إخوتي الأعزاء، اليوم بالنسبة إلي يوم كبير ومؤلم أيضا. مين ما نجح ينجح، رح يجي دم جديد، وهذا من مصلحة الجمعية. يوم مؤلم لأنه بعد وفاة المرحوم كمال هي أول حملة انتخابية إلي، ومو لازم تكون ضد أخته من لحمه ودمه. هالشي عن جد كتير مؤلم وبداية كتير. أصدقائي الأعزاء، لما بتجيكن أيام صعبة، لما بتكونوا بضيق وبحاجة وبكل أنواع المشاكل، مين بتتمنوا يكون جنبكن؟ لمين بتتمنوا تسندوا ظهركن؟ لرجاء آغا ولا لزينو المرأة؟ تحياتي لكم واحترامي. شو مفكر حالك عم تحضر تنس دقك مثل العالم؟ بنت أبوكي، لا تضايقيني ممكن؟ سيد الرئيس، سادة المحترمين، رجاء آغا قال كلام حلو كتير. قال أنا وراكم، سندوا ظهركم علي ولا تفكروا بالشغلات الباقية. المرحوم كمال ما كان يحكي هيك حكي أبداً، وما كان ورا حدا أبدا، وأنا هيك رح آمن. ما بجيب الناس لصفي بالمصاري وبالدعم. أصدقائي، أخوتي، ما بتعني الجمعية الوسوء باللي معه المصاري، وخصوصي باللي مثل رجاء آغا، مو هيك أبدا. عم تشتمنا سيادة الرئيس؟ كذب شي؟ انت مهمك لحتى تصير رئيس الجمعية تشتري الجمعية؟ انت شو عم تخرفي يا حرمة؟ هاي جنة تسكتوها. يا الله، انت بدك تسكتينا؟ يلا تعي، اذا فيك لا تقصري. يا سيدات يا سادة، رجاء اهدوا. جيمو عود، شايف هدول الناس؟ شايف الحقد؟ اجوا يطالعوا الكره اللي جواتهم، عارفانين انهم مهزومين قدام مرشح قوي. ايه حاجتك بقى اسكتي. ما رح اسكت. رجاء آغا قال إنه رح يكون جنب المنتج بالأيام الصعبة. عم بسألكن، هاي جريمة؟ شي جريمة؟ إيه جريمة، وجريمة كبيرة، جريمة إنسانية. هاي بهدلة، البهدلة بعينها. أنتوا اللي واثقين برجاء آغا، كلامي موجه إلكن، بيعوا كل شي بتملكوه سانتي سانتي، حتى بيعوا للآغا رجاء. إيه بيعوه، لأنه على الحالتين هو بشي يوم رح ياخد منكن كل شي، وبعد ما يشتري كل شي بتصيروا كلكن أجرة عنده. وقتها روحوا لعنده واسندوا ظهركن عليه قد ما بدكن، لأنكن طالما هيك عم بتفكروا ما نكون بحاجة لجمعية، لأنه قدامكن في آغا ورح تركعوا له. سيادة الرئيس، في تعدي علينا، سكتوا. هاي عم تتعدى علينا. حضرات الأعضاء، اهدوا رجاء. زينو خانم، رجاء هدي الوضع إذا بتريدي، ما بدنا تعديات. آخر كلامي هو هالصراع اللي بيننا وبين رجاء آغا مو الرئاسة، هذا الصراع اللي بدهم يحكموا الأرض، واللي بدهم يحافظوا على شرف أرضهم لازم يحافظوا عليه، مثل ما بيحافظوا بيخافوا على شرف أخواتهم وأمهاتهم، هيك لازم يخافوا على أرضهم. سلامي للجميع. إليكم نتائج فرز الأصوات. الفائز بالانتخابات السيدة زينب بوياطلي. Thank you.
مبروك إلك. ست ألف ألف مبروك. مبروك مبروك ست زينو. ليش ما صافحته؟ صافح تمساح وما بصافحه. ما بتستحي ما هيك؟ بابا إذا ما عرفت تكسب على القليل يتعلم الخسارة. أنت ما قلت كلن رح ينتخبوني؟ هات فهمني شو اللي صار. كل شي كان مرتب يا أغا بس بآخر لحظة. خلاص صار حقي فرنجين بسببك أنت. قلت بنشتريهم بالمصاري، وينهم هدول اللي اشتريتهم؟ كله بسبب هاي الاسطنبولية، ما كانت بالحسبان. تضرب شو غبي أنت وحساباتك. نيلع من خلقتي، لا تورجيني وشك. يلا وانت مراد افندي. شو اجا دوري؟ ايه اجا دورك. انت ما عندك قلب اختك، ما حكيت ولا كلمة ورحت كمان تصافحهم. لا كتير تصعب الموضوع علينا بابا. تعرف شو هو الشيء اللي اصعب من الخسارة بالانتخابات؟ انه الواحد يخسر حاله مثلك تماما. هذا اللي قصد تقوله بابا، خسارتك لحالك هيك بالضبط. بابا ليش ضربته؟ ما بدي اسمع ولا كلمة. خلص يا أولاد، خلص يا أولاد، بكفي هالقد. حاج حاج بقى يا أولاد، بكفي بكفي دوش راسي. برفع كاسي على شرف الرئيس الجديدة ماما زينو. دقيقة اسمعوني كلكم، بليلة مثل هاي ما بصير نجيب سيرة الحزن على لساننا، بس كلكم بتعرفوا لسه ما صار 40 كمان. اوعكم تنزعوا فرحتكم. اللي بدي اقوله، قبل ما يمضوا 40 يوم إذا قدرنا نحقق هالفرحة كلها، إذا قدرنا نتحدى الموت ونكسر راس عديم الأخلاق رجع، فهذا كله كله فضل بنتي أليف. بدي أقول شي يا أغا. قول. تتذكر مرة سألتك إذا بتأمر بشي، قلت لي بعد الانتخابات، وهلأ كمان عم بسألك، بدك تأمرني بشي؟ هالحرمتين يا عكاش، هالحرمتين بدي حول حياتهم لجهنم، فهمان؟ لجهنم. تأمر يا أغا. أول شي هاي اللي عم تتفزلك بلش من عندها عكاش، من الإسطنبولية، خليها تندم على جيتها لهون. بدي إياها تكره حياتها. هذا الضابط. مساء الخير ماما زينو، عم بحكي من قيادة الدرك مشان خبرك انه بكرة الصبح رح نفتح قبر المرحوم كمال. عيلته موجودة؟ نعم سيد.
اكتب لشوف يا ابني. افتح المحضر. بناء على طلب من العائلة قمنا بالدخول إلى المقبرة لأجل تشريح جثة كمال أبو يطلي. يا ريتك ما اجيتي. معقول هالحكي؟ أنا منيحة لا تقلق علي. بعد اسبوع تقريبا، ما فينا نحدد وقت بتطلع. تحكونا ما هيك؟ طبعا اكيد. شكرا. انا رايح مع الهيئه على الطب الشرعي وبعدها دغري رايح المصنع. ماشي، انا راجع على البيت. ايه احسن، لا تتعبي حالك. يلا بشوفك. ماشي، يلا بنلتقي. Yeah.